السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا حبايب قلبي، أنا بتكلم النهاردة بالذات مع الطلبة، اللي هما بيدرسوا، لأن الخطأ ده متداول في المناهج بتاعتنا حتى من أول كي جي 1 لحد مثلا سكندر ستيج، برايمري ستيج، بريد ستيج، يعني في الإعدادي وفي الثانوي وفي كله. بص يا حبايبي، الكلمات ديت معظم الطلبة بيغلطوا في النطق بتاعها، فاحنا عشان كده عملنا الفيديو دوت على وعسى الكل إن شاء الله يستفاد منه ويرزقني وإياكم الإخلاص والعلم، اللهم آمين. الكلمات المتداولة جدا ومعظم الطلبة 90% بيقروها غلط، عشان كده أنا كتبت فوق حاجة اسمها mispronunciation. mispronunciation يعني نطق خطأ. معظم الطلبة بيجي عند كلمة لون برتقالي أو برتقالة ويقول لك أورانج أورانج، وبيبقى فرحان وبينفخ صدره بقى والدب على طول يعلق. لا، اسمها أورانج، أي ساوند نسميها إحنا هنا، الإي هنا هسميها أي، أي ساوند، أي ساوند. نبدأ بطبيعة أورانج أورانج، يبقى don't say orange but say orange. Don't say orange but say orange. أما بقى الكلمة دي عنب، برضو كل بينفخ صدره ويقول لك grapes grapes. لا، دي يا جماعة نفس الطريقة، الA هنطقها A لأن في ماجيك إي هنا، في ماجيك إي يعني بتاخد الصوت، الإي بتاخد صوتها اللي بنسميه اسمها، يعني الصوت الطويل بتاعها. نبدأ أكتر من grapes grapes. بص أكيد في خط تاني بتنزل كده، بخط كده grapes grapes. واحد بيضرب غص كده فبينزل للقاء وبيطلع تاني، يلا grapes grapes. يبقى don't say grapes but say grapes. وبرضه كلمة خطة ديت أو خطة ديت وكلمة طيار، دايما بننطق الاتنين غلط وما بنعرفش نفرق ما بينهم، ربما بنفرق في المعنى لكن ما بنفرقش يا جماعة في النطق. بتفطرني plain 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 plain. أما دي بقى فيها حاجة في الآخر، دي بيسموها الماجيك إي. الماجيك إي بتخلي الفاول ده اللي هو قبل الآخر حرف الإي طويل، بيبقى long vowel. نبدأ افترض plain 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 plain. برضو ايه الغطس ده plain plain. طائرة plain 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 plain. وما تنساش البي، بيقولوا عليها البي التقيلة او اكسبلوسيف بي او البي المنفجرة، بقولها بقوة شوية plain 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 plain. دايما يا جماعة وبالذات في الصيف وفي المناهج الكلمة موجودة، وفي الصيف والشتاء بناكله الايس كريم. احنا في العربي بنقول ايس كريم ايس كريم كريم كريم، ماشي جميل جميل ايس كريم، لكن بالانجلش ما بنقولش ايس كريم، بنقول ايس كريم ايس كريم ايس كريم ايس كريم. هتقول ليه؟ هقول لك لان لما بيبقى عندي تو فاولز تو فاولز حرفين متحركين لازقين في بعض، يبقى الحرف الاولاني اللي هو الاي ده، الحرف الاولاني الاي بياخد اللونج فاول، يعني بيبقى صوته الطويل مش الايه، لا الايه. اختار مين؟ ايس كريم ايس كريم. بص برضه بص ايس كريم ايس كريم. It's okay. Let us see them for the last time. يلا بينا. Orange orange not orange not orange. Grapes grapes not grapes not grapes. Plain 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 plain. Ice cream ice cream not ice cream not ice cream. Understand what I'm saying? Yes. It's okay. See you later. Goodbye everybody. Goodbye.